السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن سار. السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموت. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت وأزمت المسيب بك علينا ولا جميع أهل الإسلام وجلت وأزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماء. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعت
رفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الموحدين لهم بالتمكين من قتالكم بريتم إلى النور وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سلمكم وهرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاتبا. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت والجمد وتنقبت لقتاك بابي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني وجيها بالحسين. اللهم اجعلني عندك وجيها
الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسولي وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياءكم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياء وأتباع أني سلمان لمن صالمكم وهربان وَبَلِيًّا لِمَنْ ظَلَكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ أَعْدَاكُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أولياءكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم الصدق في الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يبلغني المقام المحمود
الوعود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاركم ما إمام الهدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يأتيني بمصابيبكم أفضل ما يأتي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وعزم رزيته في الإسلام وفي جميع الصلوات والناس اللهم اجعلني في مقامي من تنالوه منك صلوات ورحمة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبار الليل ابن الليل على لسان جبل ولسان نبيه صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لا أبا سبيان بمعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم من جلالة أبد العابدين صلوات الله عليه اللهم فدائب عليهم اللال منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي روض في هذا فأيام حياتي بالبلوات منه واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم عليهم السلام بعدد ما هاتبه اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طالب له على داره اللهم لعن الإصابة التي جادت الحسين
شاید و باید بتابت علاقت لیت اللهم لنهم جميعا بعدد ما هاتب الملك السلام عليك يا عبد الله فعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن وعلى العباس أخو الحسين اللهم حسين تأول ظالما باللان من وابدأ بني أفضل ثم الآن الثانية والثالثة والرابع اللهم لن يزيد خامسا ولعنه بيد الله ابن زياد ابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصاب الحمد لله عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجاهدوا الحسين عليه السلام.